سيد وائل جابر المدير التنفيذي لشركة ميموريز إيفنتس، مبروك الفوز ودخول أطوار جدار جرافيتي بجينيس بوك يلي هي كانت فكرتك. أول شيء خلينا نقول مرحبا لكل قراء وورد ستارز ماك اللي رح يسمعوا الانترفيو عبر موقعنا. مرحبا لك سيتي ولكل اللي عم يسمعونا كمان. بالفعل نحن كميموريز إيفنتس مانجمنت، نحن شركة بالإمارات من 10 سنين تحديدا بدبي، قدرنا إنه نطلع بفكرة اللي هو the biggest graffiti glow in the dark wall بالعالم. كانت actually a big challenge لأنه نحن عم نرسم كنا بسبع ألوان بس اللي هي بتعمل الأشكال تبع glow in the dark. كان عندنا around 34 artists قدرنا نجيبهم بone week بس من 13 بلد من العالم. كانت الفعالية عم بتصير بحديقة فقر بإمارة راس الخيمة، هي طبعا الفكرة طلعت من وراء مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المخدوم اللي هو أطلق فكرة أسبوع الابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015. فنحن وزارة الأشغال والخدمات العامة بحكومة راس الخيمة قدرنا إنه ننفذ هذا البروجكت بتايم فريم كثير قصير، وقدرنا كمان إنه نحصل فيه على جينيس وورلد ريكوردز. قدرنا نكسر الرقم اللي كان قبلنا باليوكي 207 سكوير متر، قدرنا نحن نعمل 416 سكوير متر. كان الإيفنت فيه حوالي 13,000 شخص موجودين، طبعا كانت بحضور سمو الشيخ سعود بن صخر القاسم اللي هو حاكم رأس الخيمة. وبالإضافة لهذا الشيء كنا عم نعمل أغنية مقدمة من ميموريز إيفنت مانجمنت، طبعا من تحية كثير كبيرة للفنان الشامل سليم عساب اللي كانت كلماته وألحانه وبنائه واللي هي هلا عم تنحط على كل الإذاعات. كنا عم نعمل أغنية اسمها البيت متوحد لإهداء لشعب الإمارات وشيوخ الإمارات بمناسبة العيد الوطني 45. فبيتك قد ما هي اعطيتك بريفك على السريع زي ما بتقولي عن الايفنت، اكيد كان عندنا فاير ورك شو اول مره بصير باماره راس الخيمه بعدوه، كان عندنا هولوجرام كمان عم بصير لرئيس الدائره والى اخره. هل هالفكره كانت خاصه بحضرتك او حدا شاركك بالموضوع او حدا حب يخلق هالفكره معك؟ نعم، أنا بكل تواضع أنا بحب أقول حضرتي أنا بشوفهم ميموري إيفنت مانجمنت، نحن بنشتغل على كل إيفنت هذا تيم ورك، بنطلع بالأفكار وبنقترحها على الكلاينتس تبعنا. نحن كمان عملنا من ثلاث شهور أكبر 3D مابينج بمنطقة القوقاز بجورجيا بتبليسي، فكان عندنا أراوند 150 بيبل من ديفرنت كانتريز عم يشتغلوا على البروجكت، بلس 3500 سكوير متر 3D مابينج على أكبر منطقة على أكبر مبنى بمنطقة القوقاز. صح، نحن بنشتغل كلنا مع بعضنا اكيد لانه واحد لحاله ما بيقدر يعمل شيء، فنحن تيم كبير. واكيد بوجه تحيه لكلهم لانه ما حدا عم بيأثر انه عم يشتغلوا الشغل كثير حلو. نحن دائما بنفتخر بانجازات اللبنانيه يلي حضرتك بتعملها، ولكن خليني بس ركز على موضوع طالما عم تقول عن اغنيه يلي تم استماعها، هي اغنيه وطنيه من كتابه والحان استاذ سليم عساف وهي من انتاج ميموريز ايفنتس. هل حضرتك بتنتج اغاني من هالنوع او كانت الوحيده كرمال المناسبه يلي كانت مناسبه فريد من نوعها؟ صراحة نحن يعني بتعرفوا إن كمغتربين عن لبنان وكمقيمين بدولة الإمارات إما 10 سنين هون وهذا البلد عم يعطينا أوبورتونيتي كثير كبيرة، فكانت هيك جست صغيرة إذا بدك تقولي أول مرة بتنعمل منا مريض، وكانت طبعا مع الفريق اللي هو الفنان الشامل سليم عساف قدرنا مع بعضنا إنه نعمل هذا الشيء. أكيد عندنا عمل موسيقي كثير صايرة قبل بس فيك تقولي برايفت ميوزك كانت عم تعمل بأمور كثيرة. هل هناك سبب معين لاختيار الأستاذ سليم عساف؟ هل في صداقة أو هل كان في أسماء أخرى مطروحة وبعدين تم الاختيار على أستاذ سليم عساف، أو اخترته من البداية هو كشخص مبدع بفن الموسيقى والكتابة؟ نعم، الفنان سليم عساف هو صديق طبعا من أكثر من 10 سنين، وهذه الفكرة نحن إن فكرة أنا والأستاذ سليم عم نشتغل عليها اللي هي نهج الإمارات العربية المتحدة، أغنية بهذا التقل بهذا النوع، فلا كانت فكرتنا نحن ومش سليم بس. وكمان قلت بالحديث في عدة بلدان شاركوا بالإيفنت، هل كانت بلدان عربية فقط؟ الحد
بيعملوا انه اللي كانوا بيشتغلوا بالايفنت اللي كانوا عم يعملوا كومبينيشنز تبع الكابتشرز اللي عندهم اياها فروم ديفرنت كابتشرز. يعني رح احضر لك التوكيات البلدان اللي كانت، كان عندك من سويسرا، كان عندك من يو كي، كان عندك من البرتغال، كان عندك من امريكا، كان عندك من السعوديه، كان عندك من الامارات صبايا، ثلاث صبايا كثير كانوا عم بيعملوا شغل حلو على الحيط، كان عندك من لبنان طبعا كمان، كان عندنا شاب اسمه كريم اشتغل على البروجكت من لبنان، وكان عندنا شاب اسمه سامح كمان من لبنان، بعد في كمان ناشوناليتي ستيت سويسرلاند كمان كانوا معنا، ففي كثير كان هيك كومبينيشن من الكلتشرز لطلع معنا هذا الوقت. كان فكرته باي ذا واي باست بريزنت اند فيوتشر اوف راس الخيمه. كثير حلو، واحد يعرف ما فيها التعصب، ما كانت فقط البلدان او الدول العربية مشاركة. هون ما في تعصب، الامارات كلنا واحد بعضنا. بعد مرة بدي اقول لك مبروك على الفوز، ومبروك كمان لحصولك مؤخرا على شهادة لبناء اكبر بناية بجورجيا مثل ما قلت بالحديث. شو بتحب توجه كلمة لكل قراء وورد ستارز ماك؟ شو كلمتك الأخيرة وشو بتقول لهم للبنانية طالما حضرتك بالغربة؟ طبعا في شوق للبنان ولجالية اللبنانية اللي موجودة إن كانت ببلدك بلبنان أو محل ما حضرتك موجود بالوقت الحاضر. أول شيء بالنسبة لكم بشكر ذوقكم ولفتكم على هذا الموضوع، هذا نحن كمان شيء بشرفنا أنه نحن نكون معكم على البيج ولا على الويب سايت والمجازين تبعكم، وبتمنى لكم كل التوفيق. بالنسبة للبنان قبل ما نحكي يعني شبتنا مجروحة، نحن وين ما نروح بالعالم وننفذ إيفنت على طول نرفع إن شاء الله يعني دائما أنه نقدر نرفع رأس لبنان وعلم لبنان بالعالي، ومتشرف أنه نحن أصلا من لبنان لأن هذا بلد الإبداع وبلد الفن والموسيقى والحضارات كلها. طبعا والدليل حضرتك وغير اللبنانية عم بيسمعونا. طبعا سيد وائل جابر المدير التنفيذي لشركة Memories Events، بعد مرة بشكرك ومبروك إن شاء الله من نجاح لنجاح آخر، وإن شاء الله دايما نشوف هالإبداعات الحلوة يلي حضرتك عم تكون من أفكارك بالأحرى. بشكرك وبشكر وقتك وميرسي لأنه خصصت وقتك لWorld Stars Mag. شكرا لك، يعطيك العافية، باي باي.